صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في وين ما عم يحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم الاثنين 17 اذار 2014، بدايه نهار جديد وبدايه اسبوع جديد. اوقات ممنوعه هيك منقول من اجر الشمال بالفرنساوي، ومنحس انه كل هالنهار تركيبته مش ظابطه، منتاخر، تيابنا ما بيزبطوا، شعراتنا ما بيزبطوا، بصير في شويه مشاكل بالشغل، ومنصير نفكر انه اف هالنهار كيف بده يخلص. بس لا، مش النهار تركيبته غلط، نحن يمكن بنكون عم نفكر شوي غلط اليوم، وهيدا تفكيرنا السلبي بيعكس على تركيبة النهار. فخلينا هيك ناخد مثل وقفة صغيرة نفكر فيها، نرجع نقول لا، بدي ارجع ظبط تفكيري مثل ما لازم بطريقة إيجابية لحتى ارجع اقلع نهاري بطريقة إيجابية. فخلينا ناخد نفس عميق ونقول نحن عم نرجع نبلش من جديد كل اللي مرق كبيناه لبرا، ونبلش نهارنا بكل إيجابية لحتى نفسيتنا تنعكس مش بس على نهارنا إنما على كل الناس اللي حوالينا. ونحن بأم تي في ألايف هيدا اللي منجرب نعمله كل يوم وكل بداية نهار جديد، إنه نعكس لكم إيجابيتنا، ومش بس إيجابيتنا، نعطيكم معلوماتنا الجديدة من جميع أخصائي أم تي في ألايف وضيوف أم تي في ألايف. منبلش طبعا حلقتنا أنا وإلي بباركود. بونجور إلي. هاي دانيا. تعرف نهار التنين بيكون نهار وزنه تقيل شوي، بقى نحن هيك منجرب نخفف. هو انفاك تفت بليش من الأحد عشية لأن بتفشي تحضري نفسينا لنهار التنين. هيدا الإفات تبع المدرسة يا إلي، بعده ما فيك تطلعي منه. صحيح، ما فيك تطلعي منه يعني. صحيح، مع مرور الوقت بصير يخف اكثر، لان بس كمان حسب الشغل، حسب الشغل اللي عندك. يعني بالنتيجه الشغل بده يبلش نهار التنين الي ان شئنا او ابينا، فالافضل نحن نبلشه بطريقه حلوه. يعني الزعل والتعصيب والسم كله ما بيفيد نهار التنين. شو عندك اليوم؟ اليوم رح نكون عم نحكي عن سيستم جديد بعالم السيارات يلي بيسمح لك تعرفي الاشاره اي ساعه حتضوي اخضر احمر. بتعرفيها مسبق يعني؟ نسبقها يعني؟ لا، بس لتعرفي تراجل جي السرعه اللي بدك تمشي عليها. خبرتي كل شيء عن الايتم مبدئيا. يلا. وبدي احكيكي عن بيتكوين يلي هي ديجيتال كرنسي. حكينا مره شوي عنها بباركود، بقى نرجع ندوي عليها شوي. يلا انا واصله. يلا. صباح الخير لكل مرة تانية، وهاي رانيا. بونجور إلي. تمام؟ يعني أنت هيك دايما نشيط، بقى ما فينا نقول لك شيء عن نهار التنين، تنين أحد سبت ما بتفرق معك. بتعرفي بعتقد إنه كثير منا يلي بيشتغلوا بفريق العمل تبع ام تي في لايف، خاصة تبع على بكرة، لا مورنينج بيبل، يعني إنه على طول منوعة بمود كثير منيح. طبعاً. هالأمر يلي شوي بيساعد يعني كمان أكيد إلي. في كتير إشياء على فكرة بتساعد من عبوكرة، يعني حكينا مرة هيك شو التقنيات اللي لازم نتبعها أو فينا نتبعها لحتى ما لحقت أنت هيدا. هلا بحضر على الويب سايت. نحرك شوي جسمنا، نتحمم بمي هيك، وآخر شيء رشة مسقعة، ريحة القهوة، ريحة النسكافيه. في ناس ما بيتحملوا المي المسقعة إلي. والموسيقى اللي بنسمعها الصبح، الموسيقى بتساعد إلي. يعني أنا وجاية بتعرف إلا ما نمرق بفيروزيات طبعاً سيدة فيروز، يعني مزبوط. اللي هيك اوقات بفكر الي انه صوتها بيزعلنا، صوتها بيفرحنا، نفس الوقت بيريحك. صوتها وطنيه، صوتها حب، صوتها زعل. يعني مش معقول هالتحولات بصوت السيده فيروز كيف بتنقلنا من عالم للتاني، من عالم للتاني، من احساس للتاني. وحلو الانسان ينقي موسيقته الصبح، يعني بتساعده كثير لحتى يوعى مزبوط. انا بوافقك 100%، واصلا اثنيناتنا شتنا مجروحه وقت بدنا نحكي عن الموسيقى انا وياك يعني. واثنيناتنا اليوم سمعنا اغاني بنحبها على فكره. نرجع شوي على عالم التكنولوجي. البدايه كنت احكي كيف كنا عم اقول لك عن تكنولوجي جديده رح تكون موجوده بعالم السيارات. نحكي عن التكنولوجي اللي رح تكون عم تضمها لها شركه اودي. الفكره هي انه اليوم نحن كلنا صار في حتى بلبنان صرنا عم نتبع اشارات السير، بس النقطه اللي كثير مهمه هي صدق او لا تصدق، يعني بتفرق بين منطقه والثانيه، يا اما حتى بين ناس وناس. في كثير ناس بعدهم انه ما بينتبهوا للاشاره، انه بالليل وحمراء ما عليه ما في حدا بيضل قاطع يعني، بس انه عم بيقول له نسبه هالعمليات. اليوم اذا فينا كلنا نكون عم نعرف امتين رح تضوي اخضر وامتين رح تضوي احمر، فينا نكون عم نعدل السرعه تبعنا تلقائيا. هالامر يلي بينعكس بطريقه كثير ايجابيه رانيا على كميه البنزين يلي عم نستهلكه. بس انه اللي من هيك في الضوء الاورانج يعني بيناتهم بفتكر. لا لالي كيف ما فهمت علي؟ انت ماشيه بشارع نازله بدك تروحي صوب الصالومه مثلا، بعطيك مثلا عندك شي 8 اشارات بدك تقطعي فيهم، فانت اذا بتعرفي انه كل اشاره كيف رح تكون عم تضوي امتين رح تكون عم تضوي اخضر،
بالتسلسل تعرف بالتسلسل فيك تكوني عم تعرفي كيف بدك ترجل السرعه تبعك لتوصلي، يعني لما تكوني عم توقفي السياره بتخففي يعني بتزيد السرعه بس انه ما عم تتوقف السياره. نحن بنعرف انه هالعمليه كلها وقت بقى توقف السياره نرجع نقلع فيها بتكون عم تستهلك بنزين كمان بعد اكثر. فاليوم بمجرد ما نكون عم نعرف كل هالسيستم نحن رح فينا نرجل السرعه تبع السياره، ساعتها بتصيري ماشي كل الوقت عارفه قد ايه لازم تكوني عم السرعه يعني لازم تكوني عم توصلي لها لتضلي كل الوقت واصلي على الإشارات الخضر. هالأمر يعني أول شيء بتربحي وقت، تاني نقطة بنكون عم نوفر بنزين بعد أكتر. السيستم كيف بيشتغل؟ إذا عم تلاحظوا هون هيدا الداشبورد، هيدا التابلو اللي هيكون موجود قدامكم بالسيارة، ففي عنا البي، عنا المايلز، بنزين، كل شيء عادي يعني، بس بالنص رح يكون فيها السيستم يلي هو بيكون كونكتد ومن خلال الإنترنت يلي فيكم تشوفوا شوي السيجنال تبعها فوق، رح تكون عم تصل بجهاز المراقبة يلي هو بيكون عم بيحدد البريسيتس. نحن بنعرف انه كل اشارات السير في عندهم وقت معين بيكونوا عم بيتحولوا فيه قد ايه لازم تضوي اخضر، قد ايه لازم تضوي احمر، وقد ايه لازم تكون عم تضوي اورانج. فهول الادويه هن كمان بيصيروا يفرقوا بحسب النهار، لانه بتعرفي على بكره بيكون في عجقه اكثر، بعد الظهر بتزيد، بالليل بتخف، فبيصير يتغير هالمعدل تبعهم. يعني مش انه اذا قطعنا مره على اشاره خلص حفظتها، لا بتضل على طول اب تو ديت، يعني ماشي مع الاشاره، مش انه ماشي مع الاشاره مش انه عندها هيك بروجرام ماشي، لا لا لا. وهي بتتصل بالمركز الاساسي يلي بيكون عم بحط كافه البرامج يعني الخاصه بهالاشارات لتكوني بس عم تعرفي كيف بدك تكوني عم تشوفيها. يعني حتى اذا في اشاره ما تلاقي يمكن بيقول انه بيعطيك هون هون بعتقد بي بي ما بتطفي السياره كليا لا ما بعرف بس هون بهالسؤال لكن عم نشوفها انه اعطيتك السرعه قديش يلي لازم تكوني عم تمشي فيها لتوصلي على الاشاره وتكون خضراء. فترند جديده بلشنا نشوفها بعالم السيارات صراحه مش كثير حسيتها مفيده، ما تزعل مني الي، ما تزعل بتعرف انه انا على طول هيك بنبسط بالايتمز اللي عندك اياهم، بس هيك اوقات يعني انه بلا طعمه معلش. كم اشاره في عبيتك انت وجهي؟ ماشي مشان هيك انا بوقت علي 13 14 اشاره يعني هيدي بالنهار يلي بس بتعرفي الشعور من جوا عن جد وقت هيك كلهم بيضووا اخضر قدامكم لذيذ. اجمل شعور اجمل شعور. هلا اذا ضووا اخضر وكان في عجقه سير ما بفتكر بتاثر لا لا انا بجي بعكس العجقه انا بجي بعكس العجقه لأن انا بفل من بيروت بينما الناس بيكونوا عم بينزلوا على بيروت. حلو ف يعني شو بدي خبرك؟ حظك حلو الي وكان استكلاب اليوم مع الديكور على الاخر. لا لقلك اليوم يعني عم بطلع فيك هيك مع ورا مش معقول طالع شو الباك جراوند تبعي كانه مع ولدان طالع بارتي من الديكور. جورج يعني بيقول لك كانه مرسوم على الحيط بوستر هيدا التوتس توتس رح نكمل؟ يلا نطلع شوي من مثل ما بتحب بعدين لبسها اليوم قلت حتي انه سانت باتريك ما سانت باتريك كذا مظبطها هيك ما قطعت. شو عندنا بعد الي؟ تاني ايتم رح نكون عم نحكي عن بيتكوين. بيتكوين سامع فيها ولا ما كثير عم تسمعي عنها؟ لا. Alright. بيتكوين هي ديجيتال كرنسي، يعني هي عمله وهميه انخلقت بعالم الاونلاين، اخذت كثير ضجه هالسنه تحديدا، حتى في الناس اللي بيكونوا عم بيلاحقوا كمان مش بس اسعار التداول بالعملات، بس اذا بدنا نحكي شوي كانفسترز بوول ستريت، السي اف او تبع بيتكوين تم توقيفه من حوالي شهر ونص تقريبا لان كان عم يستعمل بيتكوين ليبيض مصاري يعني بدغري اول ما تقول انه عمله وهميه يعني بتحس انه فيها شيء مش الليجل. ما كثير لان قال لك هي لين خلقت ان فاكت بيتكوين هي طلع مضبوط انه عم بيض مصاري هو ايه السي اف او ومعه جروب عالم كثير يعني ارقام ماليه كثير كبيره. أوكي. بس العمله هي موجوده اليوم وعم بيتم استخدامها عبر الويب سايتس الالكترونيه اكيد ان كان بدكم تعملوا الكترونيك شوبينج. اذا لقلك شو الفكره الاساسيه من وراها بنرجع بنحكي شوي عنها. الفكره الاساسيه من ورا بيتكوين هن انه يلغوا وجود ثيرد بارتيز، يعني يلغوا وجود هالشخص الثالث يلي هو بده يكون عم بيشرف على كل هالعمليه يلي بخلالها عم بيتم تداول بالمصاري. يعني لاعطيكم مثل حي اكثر، نحن اليوم بحياتنا اليوميه اذا انا بدي اشتري غرض بدي ادفع ببطاقتي، اما اذا بدنا ندفع بالبطاقه يعني بدي ادفع اونلاين، هل في سيستم معين يلي هي لازم يكون عم بقطع بالمصرف الخاص فيي، وحتى لازم يكون عم بقطع بالاشور، الاشور يلي هو بيكون صادر البطاقه يعني الشركه الصادره البطاقه. وكل واحد من هالمصادر انفاكت مصدر واحد رح يكون عم ياخذ مبلغ معين لقاء هالفي يلي عم يقدم لي اياها. فاليوم بعالم الاونلاين بما انه بالاونلاين الكل بيامن بالديموكراسي والحريه المطلقه، قالوا انه ما بدنا هالشخص الثالث، فينا نحن نكون عم نخلق سلة تواصل دغري بيني وبين الجهه المقابله يلي انا بدي اكون عم بدفع لهم يا اما عم باخذ سيرفيس من عنده. فانخلقت هالبيتكوين يلي هي ديجيتال كرنسي. وهلا كيف بنحصل على بيتكوين؟ بيتكوين فينا نحصل عليها هي في عنا عدة طرق، يا اما في انا افتح ويب سايت بصيروا له انا بلشت استقبل بيتكوين فبيصيروا الناس يدفعوا لي
بهالعمله فبيصير معك انت بيتكوين. نعم. ام اذا انا بدي هيك بتبلش يعني. اما اذا انا بدي اشتري يعني اذا انا بدي يصير معي بيتكوين من الاساس هادي اشتري بدي ضل مستهلك يعني ما بدي ابيع شيء اونلاين. في مثل بيقولوا لها بيتكوين مايننج مثل بروبليمات مات بتصير عم تحليون يلي هن سيستم يعني بيصير يطالك مصاري مقابلون كل ما تعملي مصاري اكثر كل ما بيصيروا يسحبوا اكثر واكثر 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 واكثر. مهضومه الفكره. هي اكثر للكودرز يعني مش انه بس ما عم نحله 2 ضرب 5 يا اما قسمه 10 لا شيء كثير صعب معقد. وهيك هيك بلشت هالفكره. هالفكره انطلقت بالولايات المتحده وكثير اخذت درجه كبيره رانيا حتى كانت عم توصل اوقات يعني القيمه تبعها من ناحيه الاسهم كنا عم نحكي يعني 800 دولار وحتى وصلت لل 1000 دولار كومبيرد لغير عملات يلي عم نحكي بال 100 دولار يعني هالقد طلعت. وكثير من الناس كانوا حسوا انه هذا التوجه يلي حيروح فيه عالم الاونلاين يلي هو سوق بيتكوين يعني لكل شيء شراي وبيع كل شيء شراي وبيع اونلاين. والسيستم اذا بدك شوي شبيه بكيف بلش مش حناخذ هلا درس بعالم الاقتصاد يعني بس اذا بدنا نرجع شوي من زمان كلنا بنعرف انه الاقتصاد بلش بشيء اسمه بارتر. يعني بعطيك غرض بتعطيني غرض مقابله اكزاكتلي. هالبارتر بي سيستم بعدين صار كل شيء كان في ذهب بعدين صار في العمله النقديه هي المقايضه يعني خلقت مع الانسان مزبوط من لما كان الانسان انا عندي هذا الغرض وانت عندك هذا الغرض فينا نبدل قد ايه هذا الغرض التجاره هيك 100% بس احنا بنعرف انه كمان اليوم اغلبيه العملات يا اما بتكون مربوطه بالذهب يا اما بتكون مربوطه بغير عمله مثل بلبنان مثلا بنكون مربوطين نحن بغير عمله فبيتكوين هون هي اكثر كانت مبنيه على الغرض يعني مش مربوطه لا بالذهب ولا بغير عمله. هلا في ناس رح يكونوا عم بيربطوها بغير عمله لان اليوم اذا انا معي دولار يا اما معي يورو معي لبناني معي ين في روح صرفهم واشتري بيتكوين وفي اعمل العكس وهون صارت عمليه تبييض الاموال تبع هذا السي اف او يلي هو كان عم ياخذ هالمصاري يلي هن كانوا بيتكوين كرنسي وكان عم بيصرفهم على عمله فيه يكون عم بيستخدمها بالسوق. فاليوم سؤال كثير كبير بس هيدا شيء يعني فينا نعمله اصلا بالبيتكوين هي هيدا هدفها بالنتيجة انه عم تصرف عم ترجع تاخد يعني اذا انا فتح بعت اشتريت عم تقبضهم عادي 100% مش هيك في كتير ناس يلي اليوم هنا بعالم الاونلاين اذا عندهم ستور اونلاين خلقوا انه صار فيهم يستقبلوا هالبيتكوين كرنسي فعادي كل التجار فيهم انه يكونوا عم يتعاملوا مع المستهلكين بالاحرى والتجار بطريقه كتير بسيطه ومن دون ما يكونوا عم يقطعوا بالبنك يلي ممكن تكون كليرنس هونيك هالنقطه صارت العمليه دغري بين هالشخصين يعني هي الشغله الوحيده هي انه العموله اختفت ما بقى في كرنسي ما بقى في عمولة وما عاد في مصرف ما عاد في بنك يعني ما في حدا الشخص اللي بيشرف على العمليه اذا بتفكروا كيف بتصير اول ما يصير فيها ترانزاكشن انت عم بتبيع ثياب اونلاين انا عم بدفعلك ببيتكوين اول ما اشتري انا من عندك فيها الالكترونيك سيجنتشر يلي بتكون عم تروح دغري على الداتابيس الخاصه بهالسيرفر يلي بتكون عم بتسجل هالعمليه اللي عم بتصير وهون بس عم نحكي لداتابيس ما بتشرف على الترانزاكشن يعني بينسحبوا المصاري من عندي بيصيروا عندك بالحساب وحتى في بيتكوين والت يعني اليوم اذا بدنا نفكر اذا انا صار معي كثير مصاري طب وين عم بحطهم؟ ما معي شيء بايدي يعني فعلى السيستم في شيء اللي هو بيكون كمان اسمه بيتكوين والت هالمحفظه الوهميه كله وهم يعني عم تعملوا مصاري بالوهم للوهم وعم تشتروا بالوهم غير عالم ففي عندكم هالبيتكوين والت يلي بتكون موجوده عندكم على 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 اللابتوب على الديسكتوب ان كان يا اما حتى على التابلتس وسمارت فونز ومن خلالها اكيد فيكم تكونوا عم تستخدموها اول شيء تشوفوا قد ايه في مصاري ما بيعطوك فايده على البيتكوين اكيد لان ما في مصرف بس وين ربح الشركه الي وين ربح الشركه يمكن بعدين يعني كله ببلش هيك الي وانت بتشوف اونلاين شو بصير هاتيك ببلش ببلش بعدين بصير في يمكن عموله خفيفه بعدين بصير في دفع يعني هو الفكره الاساسيه من وراء بيتكوين انه لانه ما فيها عموله هي هيك انخلقت فما بعتقد رح يروحوا على توجه العموله صح يعني بتعجب شوي القصه انه هن ربحهم وين كيف بيربحوا بصراحه ما فكرت فيها يعني بالنتيجه هو عم بيسوقوا شيء يعني عم بيسوقوا برودوي اللي هو لذلك ليعملوا مصاري هون والبروفيت مارجن تبعهم يعني اذا اليوم عم بيعك الغرض ب 100 دولار صار بدي ابيعك اياها ب 100 بيتكوين لنفترض قبل انا هال 100 دولار بحاول تدفعي لك اياها اذا دفعتي لي اياها اونلاين كلنا بنعرف انه في هالترانزاكشن في يلي بتاخذها منك المصاريف مش من المستهلك انما بتاخذها من التاجر على المجموع كله يعني مش على كل ترانز على المجموع كله بيكون في اماونت معين المفروض هو يكون عم بيدفعوا لي كسيرفيس هيدا ما عاد موجود فانا اليوم كزلمه عندي المساحه تبعي صار انه انا 2% ربح على مبلغ كثير كبير ممكن يكون عم بيعمل فرق كمان مع زياده هالعمليات الخاصه بالتداول واليوم عم نحكي
بعالم الانترنت. بعالم الانترنت اليوم رانيا صار عالم شوبينج كتير كبير، واذا بدنا نركز شوي كمان على منطقه الشرق الاوسط الاونلاين ترانزاكشنز والاي كوميرس صار عن جد نقطه كتير مهمه، يعني بينضرب لها حساب واكثر من انه الناس عم تشتري تياب، ناس عم بيدفعوا على الالعاب. ليلى بيقول لك انه 0.99 دولار منها كثيره اذا اشترينا لعبتين بالشهر، وعلى مرور الاشهر يعني حتى ان اب بيرشيزز ما رح حكينا عنها بتبلشي بتدفعي دولار دولارين 20 دولار بتكون انت تعلقت باللعبه وبتصيروا تدفعوا المصاري بطريقه اهين. يعني ما هيدا اللي عم نقوله، يعني هيك بتصير مثل لعبه بسيكولوجيه اذا بدك، بيتعلق الشخص بهالايتيمز وبيصير يعني بيكمل فيهم بقى. بفتكر هيدي الطريقه الوحيده، او ماركتينج مثل ما بيصير معك الي، يعني بيصير ينزل دعايات على الويب سايت على الابلكيشن وين ما كان كمان فيري ترو. ما بعرف يعني انت بتشوفيها للبيتكوين انه ممكن ينجح هيك موضوع، يعني انه انت من الناس اللي بتحس فيك تستخدمي بيتكوين؟ انا بلاقيها كثير منطقيه، يعني كثير منطقيه، وطبعا لما الانسان عم بخفف مصروف يعني عم يقتصد شوي بهالموضوع. عم نحكي هون عن الناس يلي بيشتروا كل شيء اونلاين، بيشتغلوا بكل شيء اونلاين، طبعا بتاثر معهم كثير اكيد. بس بتخوف شوي، يعني مثل ما قلت انه هيدي قصه تبييض الاموال، شويه غش، شويه زعبره، يعني ليك انا لانه بعرف هالقد شوي عالم الاونلاين يمكن بمجال عملي، في نقطه كمان من ناحيه الاقتصاد، يعني لان كمان شغله ثانيه انه اليوم وقت ما نحكي عن مصاري بدنا نحكي طب انه شو الشيء الثابت عليه قيمه هالمصاري، يعني انه هالعمله بشو مرتبطه بالدولار. اوكي بعرف اذا تغير سعر الدولار حتغير العمله، اذا بالذهب يعني اذا تغير سعر الذهب بتحسها طايره هيك منا ثابته على شيء. يعني ببدايه السنه كانت حوالي 1000 دولار لنفترض قيمتها من ناحيه الاسهم، اليوم رجعوا نزلوا ل 800، طلعت ل 900، اليوم صارت على 600. ف يعني الجاب يا اما هالسبريد قد ايه عم تفرق كثير عاليه، فامر بخوفي من مرحله هون. ومن ثاني نقطه بتصير انه في كثير دول اليوم بلشوا يتبنوا هيدي العمله، فمنا ابدا بعيده انه يمكن نحن بلبنان ما بعرف حدا انا بعد عم يستعملها، بس انه بحس من هلا شيء ست شهور اذا كملت شوي بتقشط بتوصل. الكل هيك عم بفكر انه بيعطوها شوي وقت بعد اكثر لان بعدها هيك فريش، ليكون عم بيشوفوا كيف رح تكون عم تتغير ان كان من الناحيه الاقتصاديه اما حتى القوه الشرائيه تبعها. نعم and that's all. وهيدي قصه تبييض الاموال كمان اكيد اثرت عليها، انا اثرت علي صراحه. ميرسي لك اني تايم رانيا. مشاهدينا نحن وقفه ومنتابع ام تي في الايف.